ألف مبروك استاد على الحلقة. كلنا النهاردة كنا مع النادي الأهلي وفي ظهر النادي الأهلي، الترجي التونسي اللي كانت موجودة وأكيد كانت جاية تشجع فرقتها، والناس كان في التزام زي ما احنا شفنا جماهير النادي الأهلي كمان في تونس كان في التزام. ولكن خلينا نرجع تاني ونقول الجماهير من بداية الساعة 4 لحد الساعة 5 الاستاد كان خلاص، الاستاد كان بالفعل اتقفل، ناس جايين قبل اللقاء بأربع ساعات علشان هدفهم هو فوز النادي الأهلي واكتمال دستة البطولة الأفريقية للنادي الأهلي. وشفنا تشجيع طول الوقت، شفنا مساندة طول الوقت وكل القائمين على التأمين، لأن بجد النهارده في طن، شفنا كل اللعيبة